الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في باب آداب السفر، قال رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث حديث عظيم وأصل في أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة، حتى ولو كانت هذه الفرقة لحظية وفي وقت يسير، فمن باب أولى النهي عن الفرقة العامة بين الأمة. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بعد أن كانوا يتفرقون في الشعاب والأودية إذا نزلوها، أمرهم أن يجتمعوا، وبين لهم أن هذا التفرق إنما هو من الشيطان، فلذلك من السنة أن لا يتفرق الناس إذا نزلوا في السفر، لأن القصد من الجماعة في السفر أن يجتمعوا حتى لا يتسلط عليهم عدو، أو لا يتسلط عليهم سبع من السباع أو شيطان من الشياطين. فلذلك كانت كراهة في سفر المرء لوحده، أن يسافر المرء وحده في السفر، فالعبرة من الاجتماع أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يتقوى بعضهم ببعض، وأما الفرقة فهي من الشيطان. وكما ذكرنا أن هذا الحديث وإن كان في السفر إلا أن فيه عبرة عظيمة في أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة. فالاجتماع العام بين الأمة قوة لها، والتفرق بين الأمة هو من الشيطان، والشيطان يريد في الأمة التفرق، لأن الفرقة ضعف والاجتماع قوة. ولو اجتمع المسلمون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نازلهم ولا قويهم لا إنس ولا جن، ولكن البلاء هو التفرق، وأعظم التفرق هو تفرق القلوب، وتفرق القلوب أعظمه هو التفرق في العقيدة. ولذلك عندما تفرق المؤمنون والمسلمون في عقائدهم وفي مناهجهم حصل الضعف وحصل الهوان وتسلط العدو. وقس على ذلك في كل الأمور، الاجتماع قوة والتفرق ضعف، حتى في البيت الواحد، حتى في القبيلة الواحدة، حتى في البلد الواحد، الاجتماع قوة والتفرق ضعف. ولذلك أمر الله عز وجل في كتابه بالاجتماع في آيات، منها قوله سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة. ولكن انظر إلى القيد العظيم في هذه الآية، قال اعتصموا بماذا؟ بحبل الله. فإذا الاجتماع لابد أن يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الاجتماع مع اختلاف المشارب، اختلاف التوجهات، اختلاف العقائد، لا يفيد شيئا، بل هو كالجرح تغطيه من دون علاج. فهذا الحديث حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. وجاء في الحديث الآخر: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عندما رأى الصحابة متفرقين فأمرهم بأن يجتمعوا، قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، التي تبتعد رحمك الله، التي تبتعد هي التي يتسلط عليها الذئب، أما الغنم حتى وهم غنم إذا كانوا مجتمعين لا يأتيهم الذئب، قد يخشاهم مع أنهم غنم. فلذلك
هذا الحديث يدل على أهمية هذه المسألة وهي التفرق وهي الاجتماع ونهي عن التفرق. ثم قال رحمه الله عن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذه البهائم وهذا يدل على عظيم أمر هذا الإسلام وقد اعتنى الإسلام بكل شيء حتى بالحيوانات والبهائم أمرنا بالرفق بهم وعدم الإشقاق عليهم. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لاحق ظهره ببطنه يعني معنى ذلك أن ظهره التصق ببطنه من شدة الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة يعني التي لا تتكلم لأنها لو تكلمت تشتكت من الجوع والعطش والتعب. فأمر الناس إذا كانوا ولاة عليها أن يراعوها وأن ينظروا في أمرها ولا يتركوها وأن يتعاهدوها بالأكل بالشرب بالعلاج بكل شيء وهذا من عظيم أمر الإسلام. قال فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ثم قال وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وهذا فيه جواز الإرداف على البهيمة إذا كانت تقدر على ذلك وأن هذا لا ينافي رحمة الإسلام. قال وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وهذا عناية الصحابي رضي الله عنه بحفظ سر رسول الله. قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر لحاجته لبول أو غائط حتى لا يراه الناس. قال وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار يعني دخل النبي حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه يعني هذا الجمل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وعينه تذرف. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي أقبل عليه أيضا عندما رآه مقبلا عليه. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن والذفرة هي ما يكون خلف الإذن التي تعرق من التعب والنكد. قال فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن يعني سكن الجمل عندما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه. وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيوانات تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الجمل الذي لا يتكلم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من مالكه ورعيه أنه يجيعه ويتعبه. وهذه من علامات النبوة وليس هذا بقريب فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء قد نزلت عليهم من المعجزات والآيات أعظم من كلام الحيوانات. فأعظم المعجزات القرآن الكريم الذي يتلى بين أيدينا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه ونقرأ في القرآن الآيات العظيمة التي أعطيت الأنبياء منها ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله عز وجل أن يرمي العصا بالبحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فليس هذا بعجيب أن يكلم الجمل النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه من آيات الله العظيمة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب قال وعن أنس رضي الله عنه
قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد عن شرط مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة. قال: ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواء. وهذا الحديث فيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على راحة الدواب، فكانوا يقدمون راحة الدواب على صلاة النافلة، فكانوا إذا نزلوا منزلا لا يصلون نافلة إلا بعد أن يحطوا الرحال عن هذه الدواب حتى لا تتعب. وهذا من عناية الإسلام العظيمة بهذا الحيوان، مع أنه حيوان. وهنا قد يقول قائل: في زماننا هل يقاس مثل هذا على السيارات والطائرات والسفن ونحو هذه الأمور التي يستعملها الناس الآن في مراكبها؟ نقول: هذه الأحاديث التي فيها الرفق والرحمة تكون لمن له روح، لمن يحس ويتألم. فهذه البهائم لها روح، تحس، تتألم، تتعب، تجوع، تعطش. فهذا هو الأمر بهذه الحيوانات. أما السيارات ونحو هذه الآن التي تستعمل في من المراكب في الذهاب والإياب والسفر ونحوه، لا تدخل في هذا المعنى من حيث الرحمة والشفقة، ولكن قد تدخل في المعنى من حيث المحافظة على المال، لأن حتى الإثقال على مثل هذه المراكب قد يضرها، ولكن ليس هذا من باب الرحمة والشفقة، وإنما هذا يدخل من باب الحفاظ على المال. فهذه من الآداب التي ينبغي المسلم أن يراعيها في حال سفره. ذكر المصنف رحمه الله بعضا من هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.